أهلا بكم من جديد. اعتبر مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان أن وضع العراقيل أمام الرئيس المكلف تشكيل الحكومة يذكر بما كان يحصل للحكومات السابقة، متسائلا ألم نتعلم من دروس التعطيل وعواقبه. وحذر دريان في كلمة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف من أن التأخير في ولادة الحكومة خسارة لكل الوطن. بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، أكد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان الحاجة لحكومة قائمة وفاعلة تبدأ بتفكيك عقد الأزمات وتعيد صنع النمو وتهيئ للانتخابات. دريان أشار إلى أن المشاورات في توزيع الحقائب الوزارية لا ينبغي أن يكون عائقا لتشكيل حكومة جامعة، فكل وزارة لها رمزيتها وهي مهمة، والأهم هو الوفاق والتوافق في السير الحكومة يدا بيد. شكوانا عادت للتصاعد لأن الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة توضع في وجه العراقيل والعوائق تذكر بما كان يحصل للحكومات السابقة. فلماذا يحصل ذلك؟ أننا في عهد جديد وحكومة نأمل في تشكيلها اليوم قبل الغد، لأن التأخير في ولادتها هو خسارة للوطن، فينبغي تقديم التضحيات من الجميع. ومن الصعب الانتظار أكثر مما انتظرنا لتشكيل الحكومة. علينا أن نساعد الرئيس المكلف لإنجاز مهمته، خصوصاً أنه أمامنا استحقاقات عديدة، وفي مقدمتها انتخابات نيابية في الأشهر القليلة المقبلة، وينبغي التحضير لها قبل فوات الأوان. كما شارك المفتي في مسيرة جابت الشوارع من منطقة عائشة بكار باتجاه دار الفتوى احتفالا بالمولد النبوي وبمشاركة علماء دين وأهالي المنطقة، كما أقيمت حواجز محبة لتوزيع الحلويات للمناسبة. المفتي دريان استنكر التفجيرين الإرهابيين اللذين ضربا كاتدرائية الأقباط في مصر ومدينة اسطنبول التركية. وخلال احتفال بذكرى المولد النبوي الشريف أقيم في مسجد محمد الأمين في وسط بيروت بحضور شخصيات سياسية وعلماء وحشد من المؤمنين، قال المفتي دريان إن الذكرى تفرض علينا تصحيح الكثير من المفاهيم الخاطئة التي تستهدف رسالة الإسلام. لقد سبق وقلت وما زلت أكرر أن ديننا في خطر، وأدياننا في خطر، ومجتمعاتنا في خطر، وإنساننا في خطر. علينا جميعا أن نواجه هذا الإرهاب المعولم، ليس له صلة أبدا بأي دين، وليس هو صناعة إسلامية، بل هو صناعة إجرامية إرهابية. سنكون نحن في لبنان مسلمين ومسيحيين يدا بيد لحماية عيشنا الواحد، ونأمل من العرب، كل العرب، أن يكونوا جميعا يدا بيد للوقوف أمام هذا الإرهاب الذي لا يميز أبدا بين كنيسة ومسجد، وبين مسلم ومسيحي. وبمناسبة المولد النبوي الشريف، توجه الرئيس المكلف سعد الحريري إلى اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصا بالتهنئة، متمنيا في تغريدة عبر تويتر أن يعيدها الله علينا جميعا بالاستقرار والأمن والسلام. في بكركي دعا البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارا بطرس الرعي إلى تذليل العقبات بوجه تشكيل الحكومة. ولا سيما اليوم واجب تسهيل العقبات بوجه تشكيل الحكومة الجديدة وإقرار قانون الجديد للانتخابات النيابية
تمهيدا لإعادة الحياة الطبيعية إلى المؤسسات الدولة. نحن نرجو ذلك أيضا بين الدول المتحاربة في بلدان الشرق الأوسط من أجل إيقاف الحروب وإيجاد الحلول السياسية وعودة جميع النازحين واللاجئين والمبعدين إلى أوطانهم وبيوتهم وممتلكاتهم. في ذكرى 11 لاستشهاد جبران تويني، دعا مطران بيروت للروم الأرثوذكس الياس عودي للالتفاف حول رئيس البلاد، ولفت إلى أن المطلوب وفاق وطني حقيقي. بعد انتخاب رئيس للجمهورية بتنا أمام معضلة تأليف الحكومة، والمطلوب وفاق وطني حقيقي. هي دعوة أطلقها متروبوليت بيروت للروم الأرثوذكس المطران الياس عودي خلال ترأسه قداسا وجنازا في الذكرى 11 لاختيار جبران تويني في كاتدرائية القديس جاورجيوس في ساحة النجمة. القداس حضرته عائلة الشهيد تويني وممثلو الرؤساء الثلاثة وأسرة جريدة النهار وشخصيات سياسية وإعلامية. عودي شدد على ضرورة أن يكون الولاء للدولة والجيش والدستور. أصبحنا نسمع عن وزارات سيادية ووزارات خدماتية ووزارات دسمة ووزارات من الدرجة الخامسة أو من الدرجة العاشرة لا تجذب أحداً، ولكن هذا الإنسان لا يجذبه الله إليه. كما أن هناك وزارات مطوبة، وزارات مطوبة لأحزاب أو لطوائف أو جماعات لا يفكرون إلا بأنفسهم وبالانتخابات القادمة. عودي أمل أن يشهد لبنان ورشة بناء عامة في كل الحقول بعد انتخاب الرئيس ميشيل عون. احتراما لذكرى جبران وكل من بذل دمه فداء لهذا الوطن، لنلتف جميعنا حول رئيس البلاد، لنلتف جميعنا حول رئيس البلاد، ولا يجعل كل منا رئيسا عليه، ولنتكاتف ونعمل معا من أجل الخروج من ظلمة الحاضر إلى أفق مضيء نتمناه قريبا. وهذا لن يحصل إن لم يتخلى الجميع عن أنانياتهم ويضع نصب أعينهم خلاص لبنان ويطبق الدستور والقوانين بلا مواربة. ورأى عودي أنه لو كان جبران بيننا لانتفض على هذا الواقع الأليم وتجند للدفاع عن مفهوم الدولة وحقوق المواطن، وذكر بأن الدستور فوق الجميع والعدالة تكمن في إعطاء الحقوق بالتساوي. تتابعونا بعد هذا الفاصل. داعش يعود إلى تدمر بعدما أخلاها النظام السوري. أهلا بكم من جديد. في سوريا، أكدت وكالة أعماق التابعة لتنظيم داعش استعادة السيطرة على كامل مدينة تدمر بعد انسحاب كتائب الأسد منها. سياسيا، طالب وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في اجتماع بألمانيا من أجل سوريا بوقف القصف ووقف جرائم الحرب، وهؤلاء الداعمون للأسد كالروس وغيرهم عليهم أن يسعوا بجدية لإيقافه. فجأة اعاد تنظيم داعش الارهابي سيطرته على مدينة تدمر التاريخية في ريف حمص الشرقي وسط سوريا بعد معارك مع قوات النظام التي انسحبت على الفور تاركة السلاح والعتاد للتنظيم. الطيران الروسي والاسدي كثف غاراته على مدينة معرة النعمان جنوب محافظة ادلب، ما ادى الى مقتل 9 مدنيين وجرح اخرين. اما في حلب التي لم تنقطع عنها الغارات الروسية فدمرت فصائل المعارضة عربة
المفخخة لداعش في محيط قرية الزرزور قرب مدينة الباب. من جهة أخرى استهدفت قوات الأسد وميليشيات حزب الله بلدة مضايا المحاصرة بريف دمشق بقذائف الهاون موقعة عددا من القتلى والجرحى، فيما اندلعت معارك عنيفة بين الثوار وقوات الأسد على جبهات أوتوستراد حمص دمشق الدولي شمال مدينة دوما بالغوطة الشرقية، حيث تحاول قوات الأسد التقدم للسيطرة على كازية الأمان وعدة نقاط أخرى. إلى ذلك حشدت قوات سوريا الديمقراطية التي تدعمها أمريكا وحداتها تمهيدا للمرحلة الثانية من عملية الرقة لإبعاد داعش عن معقله الأبرز في سوريا. وحدد قادة من هذه القوات في قرية العالية بريف الرقة الشمالي أهداف المرحلة الثانية من الهجوم على التنظيم الإرهابي. في الصومال قتل 29 شخصا في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة استهدفت ميناء مقديشو الدولي. وأفاد مصدر أمني بأن التفجير وقع في ساحة قبالة مدخل الميناء حيث تنتشر مقاهي مكتظة وأدى إلى حدوث خسائر بشرية ومادية كبيرة. هذا وأعلنت حركة الشباب الصومالية المتشددة مسؤوليتها عنه. اتسعت الاحتجاجات الشعبية الغاضبة على زيارة زعيم ائتلاف الدولة القانون نور المالكي إلى محافظات جنوب العراق في وقت قتل 8 مدنيين في تفجير انتحاري داعشي بسيارتين ملغمتين في مدينة الفلوجة. تطورات معركة استعادة مدينة الموصل من داعش استدعت في مرحلتها الراهنة زيارة مفاجئة لوزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر إلى العاصمة العراقية بغداد، حيث يلتقي رئيس الوزراء حيدر العبادي ورئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني وقائد قوات التحالف الجنرال ستيفن تاونسند. ميدانيا قتل وجرح العشرات من الجنود العراقيين في تفجيرين انتحاريين في الموصل تبناهما داعش، الذي شن هجوما ضد ميليشيات الحشد الشعبي قرب مدينة تل عفر شمال غربي العراق معتمدا على السيارات المفخخة والانتحاريين، فيما أعلن الحشد صد هجوم واسع للتنظيم غرب المدينة وتفجير سيارتين مفخختين في منطقة عين الحصان. وكانت قوات مكافحة الإرهاب استعادت 31 حيا في الساحل الأيسر لمدينة الموصل، وتواصل وحداتها التقدم في 3 أحياء أخرى وباتت على بعد أقل من كيلومترين من جسور الموصل. سياسيا اتسعت رقعة الاحتجاجات الشعبية الغاضبة ضد زعيم ائتلاف دولة القانون نور المالكي في محافظات العراق الجنوبية، إذ خرج المئات في تظاهرات بمحافظة البصرة محملين المالكي المسؤولية عن سقوط الموصل في قبضة داعش. وكانت محافظة ميسان شهدت تظاهرات مماثلة حاصر خلالها المتظاهرون الفندق الذي يقيم فيه مرددين شعارات تتهمه بالفساد. وعلى صعيد ملف النزوح أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية عودة العشرات من النازحين إلى مناطقهم المحررة في ناحية النمرود والسلامية والمخلط والنعمانية والسيد حمد وحمام العليل، وقد خصصت الوزارة حافلات للنقل فضلا عن توزيع مساعدات غذائية. أشاد وزير الخارجية البريطانية بوريس جونسون بالعلاقات التاريخية لبلاده مع السعودية والتي تعود لأكثر من 100 عام. وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السعودي عادل الجبير في الرياض، أكد جونسون أن التهديد الإيراني في المنطقة يقلق لندن كما يقلق الرياض، لافتا إلى أنه قلق من خطر استهداف السعودية بصواريخ باليستية مصدرها اليمن. من جهته أعلن الجبير أنه تم بحث التعاون الأمني والعسكري والتنسيق السياسي والتعاون الاقتصادي بين البلدين، كما بحث الجانبان الأوضاع في سوريا والعراق واليمن. والآن تذكير بالعنوان. الإرهاب يضرب الكاتدرائية المرقسية وسط القاهرة والضحايا بالعشرات، والرئاسة تعلن الحداد 3 أيام. حداد عام في تركيا على ضحايا تفجيري اسطنبول، وجماعة من حزب العمال الكردستاني تعلن مسؤوليتها. علينا أن نساعد الرئيس المكلف لإنجاز مهمته. مفتي الجمهورية في ذكرى المولد النبوي الشريف لتقديم التضحيات لأن تأخير الحكومة خسارة للوطن. نهاية النشرة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. نريد لبنان ملتقى وفاق عربي.